هذا الركب اللي يحتل المركز الأول. اللي يحتل المركز الأول لهجن الشحانية. اللي يحتل المركز الأول لهجن الشحانية واسمه لم نتعرف عليه، بينما يضمر اسمه الضبابي، هو من يحتل المركز الأول الآن، الضبابي لهجن الشحانية، ويضمر الضبابي محمد بن خالد العطية. النقل على المركز الثاني لأجد من يتقدم الآن ويحتل المركز الثاني في هذه اللحظات. اللي يحتل المركز الثاني، اللي يحتل المركز الثاني ويتقدم إلى المركز الأول الآن أيضا رغم غير مدون، واسمه مكلف. اسمه مكلف هو من ينطلق الآن ويحتل المركز الأول، غير مكلف ليكون معه المركز الأول. اللي ضمره سالم بن فاران المري، بينما الضبابي يحتل المركز الثاني. الدور دور المركز الثالث لأجد حشيم. حشيم يحتل المركز الثالث لهجن الشحانية ويضمر حشيم سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي، والنقلة على المركز الرابع. اللي يحتل المركز الرابع الآن الشقب، هو من يحتل المركز الرابع الآن. الشقب لسعادة الشيخ جوعان بن سلطان بن جاسم الثاني، ويضمر الشقب فهد بن سالم بن مسعود المري، بينما النقلة على المركز الخامس لنجد إسعاف. إسعاف يحتل المركز الخامس لسعادة الشيخ سعود بن فهد بن عبد العزيز آل ثاني، ويضمر إسعاف محمد بن علي بن جرحب المري. أعود إلى مقدمة هذا الشوط مجددا لأجد مكلف من يقود زمام الأمور، ولمعلوماتكم بأن مكلف سبق له وأن حقق نقطة مميزة في سباقنا المحلي الثاني، وبالتالي رصيده في هذا الموسم انتصار في السباق الماضي. ها هو يقود الآن هذا الشوط ويتحمل مسؤولية القيادة يأخذها على عاتق مكلف. لهجن الشحانية تعود الملكية، بينما عملية التضمير مع المضمر سالم بن فاران المري. المركز الثاني الضبابي، الضبابي ولا يريد أن تكون نتيجته ضبابية في هذا الشوط. الآن في وضع التهدئة نشوفه يدلج ويتأخر قليلا إلى المركز الثالث بعد أن تدخل عليه حشيم. حشيم الآن ينطلق إلى المركز الثاني لهجن الشحانية والتضمير مع العملاق سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. الشقب يتدخل على المركز الثالث لسعادة الشيخ جوعان بن سلطان بن جاسم بن فهد آل ثاني، ويضمر الشقب فهد بن سالم آل مسعود المري. المركز الرابع الضبابي، الضبابي يحتل المركز الرابع ويضمر الضبابي هنا محمد بن خالد العطية مشاغب المضمرين. المركز الخامس وبران، وبران يتدخل في هذا الموقع وبالتالي يحتل المركز الخامس لهجن الشحانية ويضمر سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. هذه نتيجتنا مرة أخرى أذعناها على سيادتكم، لأعود إلى موقع السيادة، أعود إلى موقع الريادة والقيادة هناك مع مكلف. مكلف مشاهدين الكرام يحتل المركز الأول أو انخطف المركز الأول من حشيم. حشيم سحب بساط المركز الأول من مكلف، وبالتالي كلف بالتقدم نحو الموقع الممتاز، موقع المركز الأول، موقع السباق الدائم. إذا هنا حشيم، حشيم ومكانه حشيم. حشيم يحتل المركز الأول لهجن الشحانية ورفقة المضمر سلطان بن محمد بن سالم الويبي، أخذ يباعد المسافة بينه وبين بقية القعدان ليكون هناك منفردا نجما وحيدا في أفق الصدارة. المركز الثاني مكلف، مكلف يتحتل المركز الثاني لهجن الشحانية، والمضمر هو سالم بن فاران المري. وفي المركز الثالث هنا يتقدم وبران لهجن الشحانية، والمضمر
هو سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. الشقب في المركز الرابع للشيخ جوعان بن سلطان بن جاسم الثاني فهد بن مسعود يضمنا. بينما المركز الخامس مصيحان يتدخل في اول اذاعة مصيحان لهجن الشحانية والمضمر هو سالم بن فاران المري. نعم هذه القعدان المميزة في السنة القادمة ستكون في سن الزمول، وبعدها بسنتين او بثلاث ستتحول الى الانتاج، ونقول للمنتجين هنيئا لكم بهذه الزمول المميزة التي تتواجد هناك في منطقة أم الزبار. أعود إلى المقدمة، أعود إلى حشيم. يا حشيم مكانك حشيم وأنت حشيم بهذا الأداء. الآن أنت يا حشيم في الكيلو متر الأخير. هذا هو الكيلو الصعب جدا، كيلو أتذكر أني مرة من المرات كنت ساير بعير في مسافة العشرة كيلو مترات، وقلت دخلت بالكيلو متر الاخير قلت خلاص طاحت البعارين، ابشر بالناموس يا سعد السياره من نصيبك، ولكن للاسف للاسف ان الكيلو متر الاخير هو كيلو مذبحه، هو كيلو قاتل. هذا هو الكيلو القاتل، وهنا حشيم. يا حشيم اصمد 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 اصمد. اشوف وبران الان قادم، وبران يغير، تسلل تسلل الان، نرفع الرايه ولكن هنا لا مكان للرايه. الرايات ورايات التحدي هي رايات المنافسة ورايات التحدي. هذا هو وبران الآن يختطف المركز الأول، مكلف في المركز الثاني، ولكن يبدو بأن وبران هو الذي سوف يسجل باسمه ناموس الصدارة. فأني لك يا وبران على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار في هذا السباق المحلي، ونتمنى أن يكون هذا السباق هو سباق جيد لك في مرحلتك الإعدادية بعد أن رسم لك الخطة والمحكمة سلطان الوهيبي. مضمر عملاق يضمر هجن عملاقة في عزبة عملاقة، فتهانينا لهجن الشحانية على هذا الفوز السادس، والتهاني أيضا للمضمر سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. المركز الثاني مكلف لهجن الشحانية مع المضمر سالم بن فاران المري. المركز الثالث يأتي في عجلان لهجن الشحانية أيضا مع سالم بن فاران المري. المركز الرابع مصيحان لهجن الشحانية أيضا مع سالم. وفي المركز الخامس جاء فيه الشقب لسعادة الشيخ جوعان بن سلطان بن جاسم الثاني. تهانينا والناموس إذن لكل الفائزين. مرة أخرى نعود إلى التوقيت الزمني، لحظة وصول وبران إلى خط النهاية فائزا بهذا الشوط السادس، والتوقيت الزمني لحظة وصوله إلى خط النهاية هو 9 دقائق 42 ثانية جزئين من الثانية، أو 9 دقائق 43 ثانية جزئين من الثانية. تهانينا لهجن الشحانية والمضمر سلطان الوهيبي. المركز الثاني جاء فيه مكلف وتوقيته 9 دقائق 45 ثانية، 3 أجزاء من الثانية أو جزء من الثانية. تهانينا لهجن الشحانية والمضمر سالم بن فاران المري. أما المركز الثالث جاء فيه عجلان وتوقيت عجلان 9 دقائق 50 ثانية، 33 جزءا من الثانية. تهانينا لهجن الشحانية وللمضمر سالم بن فاران المري. بسم الله.